بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه بعد ما عرفنا الانتر كوستال ماسلز، تاني حاجه بقى في الانتر كوستال فيسز في حاجه اسمها النيور باسكولار باندلز، الارتريز والفينز والنيرفز، اللي كلهم اسمهم انتر كوستال. نبص يا جماعه الانتر كوستال ارتريز اولا. مبدئيا يا جماعه احنا الانتر كوستال فيسز كام واحد؟ والله حسب، انت بتبص لي من قدام ولا بتبص لي من ورا؟ طبعا من ورا هو احنا عندنا 12 ريب، يبقى في ما بينهم كام سبيس؟ 11 سبيس، وانت بتبص بصيهم. بس خد بالك الريب نمره 11 ونمره 12 دول مش مكملين ومش عاملين ارتكوليشن مع الاذر ريبس. يبقى انت اسال الاول عندك من قدام في كام ريب؟ 10 ريبس. ما بينهم في كام سبيس؟ 9 سبيس. فانا عندي 9 سبيس انتيرلي و11 سبيس بوستيرلي. نبص يا جماعه لو انتوا تخيلتوا انا عندي 12 ريب، هتبص تلاقي طالع لك 12 انتركوستال ارض وانتركوستال فين وانتركوستال نيرف. نمره واحد ماشي ما بين مين ومين في الفيرست انتركوستال سبيس؟ ما بين الريب نمره واحد واثنين، صح؟ طب الانتركوستال ارض وفين ونير نمره 12 ماشيين فين؟ ما هو نمره واحد ماشي تحت الفيرست ريب، يبقى نمره 12 ماشي فين؟ تحت الريب نمره 12. بس لو احنا يا جماعه الارض او الفين او النير ماشي تحت الريب نمره 12، هيبقى في انتر كوستال سبيس؟ لا. يعني هيتقال عليه انتر كوستال نيرف او ارتري او فين؟ لا. فخد بالك دايما نمره 12 اللي يعتبر انتر كوستال، بس هو مش هيتسمى انتر كوستال، ده ماشي تحت الكوستال ماشي تحت الريبس. عشان ماشي تحت الريبس يبقى الارض والفين والنيرف البوستيرلي دول نمره 12 هيتقال عليهم سب كوستال. فكلمه سب كوستال دي اللي هي تساوي نمره 12 انتر كوستال. بس انا ما عنديش انتر كوستال عشان اقول عليه انتر كوستال، فبنسميه سب كوستال. ماشي؟ نيجي بقى للتسعه اللي قدامي الاول. انا عندك تسعه سبيس انتيريو هيطلع لهم ارتريز. منين بقى؟ نبتدي القصه من البدايه. البدايه يا جماعه بشكل ارتري عامل ارش فالروتوب زناك، وده كلكم عارفين ده اللي عامل ارش فالروتوب زناك ومعدي على الفيرست ريب وبينتهي عند الاوتر بوردر اوف فيرست ريب، يبقى دخل جوه مين؟ الاكسيلا، عشان يكمل اس اكسيلا. فانتوا بقى اسئله ثانيه، خدتوا الاكسيلا اللي كان كونتريبيوشن لمين؟ ويبقى الارض ده يا جماعه اللي عامل ارش فالروتوب زناك ده اسمه الصف كليبيان ارتري. الساب كليبيان ارتري بيتقسم بعضله كده معينه اسمها سكالنس انتيريو للثلاث اجزاء، فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت. انا اللي بصيت دلوقتي مين؟ الفيرست بارت اوف ساب كليبيان بينزل منه ارتري، الارتري ده اللي نازل فين؟ في السورس، يبقى هتسموه ايه؟ سورس. الارض اللي ماشي في السورس ماشي انترنالي جوه السورس الكافيتي ولا اكسترنالي بره السورس الكافيتي؟ وده طبعا هو ماشي انترنالي جوه السورس الكافيتي، عشان كده الارض ده اسمه انترنال ثوراسيك ارتري. فالانترنال ثوراسيك ارتري ده عباره عن شمال الفيرست بارت اوف ساب كليبيان ديسند داون، شوف ماشي داون ورا ايه؟ الى ما ظلينا ده فيرست سكند سيرد فورث فيكس
6 كوستال كارتريج، فماشي ورا الابر 6 كوستال كارتريج عشان ينتهي هنا بقى فين؟ في السبيس اللي تحتيهم اللي هو ايه بقى؟ 6 انتركوستال سبيس. هينتهي هنا اول انترنال ثراسك بنقعد فرع لفرعين، فرع نازل في الابدومن اسمه سوبيرور ايبيجاستريك، سوبيرور ايبيجاستريك، وده نازل في الابدومن يا جماعه هتبقى فكره كده سريعه هتاخدوا بالتفصيل في الابدومن ان شاء الله. السوبيرور ايبيجاستريك يا جماعه ده نازل كده في شيس اسمه ريكتال شيس، هيتنه نازل 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 لحد الليفل اوف ذا امبلايتس، عند الليفل اوف ذا امبلايتس السوبيرور ايبيجاستريك. متوقع ان هو قابل مين؟ اللي جاي من تحت الانفيرو ايبيجاستريك عشان يعملوا انستيموس مع بعض. فالسوبيرو ايبيجاستريك ده نازل في الريكتال شيس لحد الليفل اوف ذا امبلايتس عشان يعمل انستيموس مع الانفيرو ايبيجاستريك، وطبعا بيغذي العضله اللي في الريكتال، العضله اللي هنهون اللي في الريكتال شيس. العضله اللي في الريكتال شيس اسمها ايه؟ ريكتس ابدومينس مثلا. دي مش علينا ايه دلوقتي، هناخدها في تفصيل تاني. المهم بقى بيدي برانش تاني اسمه ماسكلو فرينك. الماسكلو فرينك ده ماشي طبعا انا كده بس فرده يعني عشان ابينه، لكن هو بيكون ماشي مع الكوستال مارجن. وليه اسمه بقى ماسكلو؟ لانه بيغذي السراوند ماسكلز. وليه اسمه فرينك؟ لانه بيغذي المصل برضه اللي جنبه هنا هو اللي طلع من الكوستال مارجن اللي اسمها الدافراك. فده اسمه ماسكلو فرينك، هيغذي الايه؟ السراوند ماسلز والدافراك. وايه بقى؟ الانترنال ثوراسيك بيجين از برانش فروم ذا فيرست بارت اوف سب كليبيا. ديسند بهاند ذا ابر 6 كوستال كارتريج. تو اند ان ذا 6 انتركوستال سبيس. باي ديفايدنج ان سوبيرو ايبيجاستريك اند ذا ماسكلو فرينك. اهلا وسهلا، عايزين ايه بقى؟ احنا موضوعنا الانتركوستال ارتريز. شايفين يا جماعه؟ الابر 6 انتيرور انتركوستال ارتريز طلع من الابر 6 انتيرور انتركوستال ارتريز طلع من الانترنال ثراسك. والانترنال ثراسك على فكره يا جماعه بيطلع هنا في كل سبيس اثنين ارتريز، تو انتيرور انتركوستال ارتريز. فكل سبيس هيطلع فيه اثنين انتيرو تاكوستو. اثنين يعني ايه؟ يعني بير زوج زوج. عشان كده هيطلع لك على فكره انت في عندك 9 سبيس زي ما اتفقنا من قدام، هيطلع فيهم 9 انتيرو انتركوستال، 9 بيرز اوف انتيرو تاكوستو. طالعين منين ال 9 دول؟ اول سته الابر 6 طالعين من الانترنال ثراسك نفسه، بس 7 8 9 طالعين منين؟ من التيرمينال برانش بتاعه اللي اسمه ماسكلوفرينك. ودي اهم برانشات تهمني دلوقتي. الانترنال ثراسك بيديني 6 بيرز اوف انتيرو انتركوستال، والماسكلوفرينك يكمل المسيره في 7 8 9 سبيسز. طب يلا بالمره بقى الانترنال ثراسك ده كمان يا جماعه بيدي ايه؟ بيدي بيرفوريتنج برانشز خدوها في سنه ثانيه اللي بتخرج من انتر كوستال ماسلز والبكتوريس ميجور ماسل عشان تطلع تغذي لك النمره 3 4 5 اللي غذوا لك البريست زائد بقى السبكتينيوس تيشو اللي حواليك. فبرفوريتنج برانشز دي اللي تطلع تخرج من الانتر كوستال ماسلز والبكتوريس ميجور وتغذي الشيست وول. كمان يا جماعه بيدي برانش مشهور قوي اسمه كارديو فرينك او بيريكارديو فرينك. البيريكارديو فرينك ده واضح ان اسمه بيريكارديو بيغذي مين؟ البيريكارديو. وفرينك يبقى هيغذي مين؟ ده فرينك. وبالمناسبه البيريكارديو فرينك ده بيكون ماشي مع الفرينك نيرف، ماشي مع الفرينك نيرف يغذي البيريكارديوم والديافرام والبلورا، ماشي. فدول المين برانشز اللي تهمنا في الانترنال ثوراسيك.
واللي يهمنا بقى في الموضوع بالذات احنا موضوعنا الانتركوستال ارتريس. فالانتيرو انتركوستال ارتريس 9 بيرز ب 9 سبيسز. ابر 6 طالعين منين؟ من الانترنال ثراسك. واخر ثلاثه اللي هم 7 8 9 من الماسكروفيل. كون ان انا قلت anterior intercostal arteries يبقى اكيد في مين؟ طبعا يا جماعه الانتيرو انتركوستال دول طالعين لك على جوانب الاسترنال. اصل على فكره نسيت اقول لكم الانترنال ثراسك ده بيكون ماشي 1.5 سنتيمتر 1.5 سنتيمتر لاترال تو ذا لاترال بوردر اوف الاسترنال. بيكون ماشي على فكره لوحده لحد السيرد كوستال كارتريج. بيمشي معانا على الكوان فين؟ اسمه انترنال ثراسي فين؟ بيكون ميديال هي. ماشي؟ زي ما احنا شايفين حيث الانترنال ثراسي ده جاست لاترال تو الاسترنال يبقى الارتس بتاعته اللي طالعه دي كلها طالعه من قدام وماشيه لورا. وعشان طالعه من قدام وماشيه لورا سموها انتير انتركوستال ارتس. أكيد بقى في مين؟ في بوستيرو انتركوستال ارتريز. إيه بقى البوستيرو انتركوستال ارتريز دول؟ أنت عندك اتفقنا كم فرق من ورا؟ كم سبيس؟ عندنا بقى من ورا 11 سبيس. في 11 انتركوستال ارتريز. والانتركوستال ارتريز دول كلهم جايين من ورا لقدام. يبقى هتسموهم ايه؟ بوستيرو انتركوستال ارتريز. نمره 12 انتركوستال هتقولوا عليه ايه كلمه كان؟ سب كوستال. فاحنا دلوقتي بقى عايزين نعرف جايين منين دول؟ 11 انتركوستال ارتريز والسب كوستال. نبتدي بواحد واثنين. تسمعوا حاجه اسمها السبكلينيان ارتري؟ لسه سامعين عنه من شويه. وكنا اتفقنا ان هو متقسم لكام جزء؟ الفيرست بار طلع منه مين؟ الانترنال ثراسك ونزل لتحت. السكند بار بقى السكند بار بيطلع منه ترانك اسمه كوستو سيرفايكال ترانك. ايه الكوستو سيرفايكال ترانك بقى؟ الكوستو سيرفايكال ترانك هينزل لك ارتري اسمه سوبيرور انتركوستال. سوبيرور انتركوستال ده طالع في النك وهينزل عايز ينزل فين؟ على الصوت. ينزل فين؟ ينزل فين؟ بيكون معدي على النك اوف ذا فيرست ريف. فالسوبيرور انتركوستال ده معدي على النك اوف ذا فيرست ريف يعني النيك طبعا دي ورا خالص فنزل على النيك من الفيرست ريب. نزل بقى راح مدي لك مين؟ راح مدي لك الفيرست والسكند بوستيرو انتركوستال ارتري. فانت عندك سب كليبيان يمين وسب كليبيان شمال وكوستو سيرفايكال ترانك يمين وشمال. طلع منهم سوبيرو ثراسك يمين وشمال. سوبيرو انتركوستال يمين وشمال. السوبيرو انتركوستال يمين وشمال راح مدي لك الفيرست والسكند بوستيرو انتركوستال. بعد كده مش هقول لكم بالنمره 3 لنمره 11 بوستيرو انتركوستال مش هقول لكم طلع منين. من نمره 3 لنمره 11 بوستيرو انتركوستال خدتهم طالعين منين قبل كده؟ اسمه ايه اللي نازل ده؟ الديسيندنج ثوراسيك اورطا. واحد بيدي لك ال ليفت ورايت بوستيرو انتركوستال ارتس. ايه راي سعادتك بمخك كده من غير ذاكره؟ تفتكر البوستيرو انتركوستال ارتس اليمين اقوى ولا الشمال؟ اليمين. اليمين. برافو عليك. اصل الاورطه يا جماعه شمال الميدل لاين ولا يمين الميدل لاين؟ شمال. شمال الميدل لاين. يبقى الانتركوستال ارتز اللي على الشمال قصيره داخل على طول على الشمال. لكن الرايت بوستيرو انتركوستال اليمين
دول لازم لهم رحلة. رحلة عشان يوصلوا الناحية اليمين. فطبعا هيعملوا مسافة طويلة وما أقل. طب عشان ما يوصلوا للناحية اليمين الجماعة دول لازم يعدوا بقى يمين الديسيندنت كراس اوب. واحنا ماشيين كده بقى على اليمين هنعدي ورا مين؟ بمخك الكراس اوب. برافو عليك. هيعدوا لازم وهو ماشيين كده على اليمين ورا الاوسوفيكس. ومين موجود ورا الاوسوفيكس لازم يعدي وراه؟ هيعدي ورا الاوسوفيكس في اسايكوس فين؟ وبرافو عليك السوراسك ده كده عدى على منطقه الفرتبري. يعني هم عدوا من الشمال يمين لازم يعدوا على الفرتبري. وهم عاديين على الفرتبري عدوا ورا الاسايكوس فين والسوراسك ده. وبعد الفرتبري بيعدوا كمان ورا التشين اليمين والشمال اللي ماشي اهو. مين التشين يا جماعه اللي ماشي يمين وشمال الفرتبرا كلها؟ بطول الفرتبرا كلها. عقد شوف العقد شوف دي اللي لو معقده دي. برافو عليك السمباثيك التشين يبقى اطول من رايت بوستيرو انتر كوستا. وفي رحلتهم للانتر كوستا الفيس بتاعهم لازم يعدوا بوستيرو للاوسوفيجس و سوراسيك داب ازايدوس فين سمباثيك التشين. ماشي في عندي مشكله. ايه المشكله بقى؟ البوستيرو انتر كوستا ده واحد لازم يعمل انستمولز مع الانتيرو انتركوستال ارتس اللي هم اثنين كانوا بيرس بكل سبيس طلع لك اثنين 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 اثنين. فنعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه؟ بسيطه قوي. البوستيرو انتركوستال يا جماعه ده بيروح مدي برانش اسمه كولاترال برانش عشان يمشي لك برضه في الانتركوستال سبيس من ورا الانتركوستال ارتري وكولاترال برانش التو جاي من ورا عشان يعملوا مع التو بيرز في انتيرو انتر كوستال الانستموز بتاعهم. ماشي؟ ده يا جماعه بالنسبه للانتر كوستال ارتس. ريفيجن سريع. عندي انتيرو انتر كوستال اللي هم جايين من قدام لورا. وبصيرو انتر كوستال ارتس اللي جايين من ورا قدام. الانتيرو انتر كوستال حيث ان احنا من قدام عندنا 9 سبيس اونلي. يطلع لي 9 بيرز وفي انتيرو انتر كوستال. اول سته طلعوا من انترنال ثراسك واخر ثلاثه 7 8 9 من الماسكلو فريم. ماشي دول اثنين لازم يعملهم اثنين من ورا اللي هو الانتر بوستيرو انتر كوستال والكولاترال برانش بتاعه عشان يعملوا على استموز معاهم. عندك كام سبيس من ورا؟ 11 سبيس والساب كوستال 4. اول اثنين طلعوا منين؟ من السوبير انتر كوستال اللي هو برانش من الكوستو سيرفايكال ترانك برانش من السكند بارت اوف سب كلينيك. السوبير انتر كوستال ده وعندنا لك الفيرست والسكند بوستير انتر كوستال ابرس. وبعد كده زي ما انتم عارفين من 3 ل 11 كلهم طالعين لك من الديستيرنج ثراسك اورتا. ونمره 12 اللي هو السب كوستال يطلع منين؟ برضه من ديسندنج ثوراسيك اورتا. ماشي ويبقى دي الانتركوستال ارتريز.